السلام عليكم، صباح النور، يومكم سعيد. أهلا وسهلا بكم في قناة عيوشة فلوغ. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة راني في درت تقريبا بحالها، غير هذه فيها واحد الإضافات أخرين. فأنا كديرها هذا الغداء قلت نشاركها معكم، حيت كاين ماشي كل شيء اللي شايفين الفيديوهات، فحتى بالنسبة للناس اللي داخلين عندي جداد مرحبا بهم، شكرا لهم يشوفوها، قلت نشاركها معكم. المهم، واحد هي بحال الكراتان كتجي، ولكن انا ما فيهاش لاصوص بيشاميل، انا كان نديرها بشكل اخر، يعني ما تنطيبوش الحليب والنشا وداكشي. المهم انا غنوريكم، ندوزو لاش غادي نحتاجو. هنايا انا درت الخضر اللي بغيت، قلت اليوم الغدا نخليوه صحي اكثر، ما فيه لا لحم ولا دجاج، ولكن كيجي زوين، كتجي زوينه الحاجه تاعك عرفتو، الحاجات ديالها دائما كنقول لكم الحاجات اللي كطيب في الفران، يعني انا من زعما من المفضلات عندي. المهم درت واحد الفليفله حمراء، بطاطا قطعتها وحكيتها في جهه هذيك الغليظه وعصرتها من داك الماء ديالها، واحد خيزوه قريعه الكوسه، هذه حبه ديال الدنجال تاهي قطعتها طريفات، هذا الشوفلور درت فيه شويه الحامض ودرته في على العافيه واحد 3 4 دقائق، وحبه ديال البصيله خضاريه. غنحتاجوا شويه ديال المعدنوس، فرماج، اي نوع من الفرماج بغيتو، ما محصورينش في حاجه وحده. هذا فرماج بحال الفرماج الاحمر، ولكن هو واحد الفرماج الاخر سميتو بوك، الفرماج اختياري ديرو اللي بغيتو. زيتون كحل، زبادي، الاضافه الجديده اللي زوينه وكتجي زوينه كتجي بنينه. زبادي مسوس، ما فيش سميتو، حيت هي مالحه ما غيكونش فيها شي حاجه اللي حلوه. كاس ديال الحليب، جوج معالق ديال الطحين، في التوابل هذه ما كنديرش فيها، هذه قلت لكم ديك النهار عندي واحد واحد التوابل ديال الفران بحال شكل داك ديال المكعب، هي هكا بودر، وشويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح. وندوزو لطريقه التحضير ديالها. ايوا سمحوا لي راني نسيت، ما قلت لكمش جوج بيضات ها هما وشويه ديال الثومه غير طريقه كتعطي ديك البنه. عندي ثومه بودر وعندي ثومه اخرى، غندير شويه ديال الثومه بودر مع الخضره. المهم غادي نخلطوا الخضره مع بعض كامله ونحطوها في المول، عاد نصوبوا الشيء الاخر. انا راه غير حبه حبه من الحاجه درت، وتبارك الله كتجي، يعني كتجي كثيره. هو راه كاع الخضره اللي عندكم بغيتو ديروها ديروها، ما كاين حتى شي مشكل، والخضر كما كتعرفوا راه مفيده، يعني راه خاص الواحد يستهلكها. بعض المرات الواحد كيعيا من الدجاج ومن اللحم، يعني ما كيستهلكش الخضره كفايه، فالعكس حاجه مهمه هذه. زيت زيتون، الزيتون وهذاك الفرماج كما قلت لكم راه الفرماج اختياري، ديروا اللي بغيتو، اللي ما عندوش كاع هذا يدير يقدر يدير غير هذاك المثلثات ديال بحال كيري كيري ولا لافاش كيري ولا اي نوع كيف ما كان، حنا ما كنديروا اشاره حتى واحد اللي كنعرفوا. المهم غنزيدوا التوابل ديالنا باش تخلط مزيان، وغنخلي واحد شويه من هذا حتى نديرو مع الحليب والشي الاخر. بسم الله. الملح راه حسب الذوق بطبيعه الحال. ديال المعدنوس، بالنسبه للحار كاين اللي كيبغي يدير الحار، فيعني على حسب الذوق ديال الواحد، زيدوا الحار زيدوا اللي بغيتوا، يعني اي حاجه بغيتوا تزيدوها تنكهوا بها. انا راه هذيك اللي كنت درت ديك الخطره درت فيها واحد
شويه ديال الزعتر، كيعجبني بالزعتر. اليوم قلت اكتفيت غير بال، فهي كتجي بنينه بالخضار بالفرماج بالزبادي، فما محتاجه شيء كاع تزيديها شي حاجه اخرى. ها هكا كتجي تبارك الله غزاله. ها هي كما كتشوفوا خلطناها كامله. كما كتشوفوا غنحطوا الخضره ديالتنا هنا في المول. هذا المول كيجيني هو هذاك، ما هو كبير ما هو صغير، عندي كبر منه، ولكن الا بغيتي تجيني شي شويه بحال طالعه. والجميل في الامر ان هذا اليوم هذه الوصفه ديال يعني صحيه ديال صحاب الريجيم، ما فيها زيت ما فيها حتى شي حاجه. فيها شويه ديال البروتينات من ناحيه الحليب والبيض والفرماج، وهذا مهم يعني، راه حتى اللي دايرين الناس اللي دايرين الريجيم راه كياخذوه، غير وكان ما فيهاش سميتو مثلا لحام ولا شي حاجه اخرى. مهم خدوها هكايا. وهذوك الطريفات ديال الفرماج كيجيو رائعين، كيعطيو واحد المذاق زوين. ندوز باش نصوبوا سميتو الحليب والبيض. نبداو نديرو البيض هو الاول. بسم الله. انا ما كنبغيش نكثر البيض بزاف باش ما تجيناش بحال اومليط، بحال سميتو كتجي زوينه هي، بحال كتجي بحال كراتان. اش كنديرو عاوتاني بلاتي يا كنديروا الحليب، نديروا كل شيء ونخلطوا، نديروا الزبادي، فهاد الإضافة ديال الزبادي البنات زوينة كتجي غزالة. نديروا داك الشوية اللي خلينا. الملح رانا درناها كافيه يعني، ما كاينلاش اصلا هذا الفرماج غير يكون ملح. نبدا نزيدو داك جوج معالق ديال الطحين اللي درنا، هو حتى الطحين ما كنكثروش بزاف، راه كتجي شاربه كتجي زوينه، حتى ملي كتقطعيها بالموس كتقطع، فيعني ما تحتاجش شيء. كاين اللي غيقدر يدير كاس ديال الطحين وسميتو، ولكن لا ما تحتاج شيء. حنا ما ديناش خبز وزيتون، بغيناها ديال الريجيم، ما ناكلوش حنا، بغيناش الدقيق كاع، غير شويه وصافي. نخلطوا هذا مزيان تيتجانس مع بعضو. ندير نزيد واحد شويه ديال الفرماج، ونخلي واحد شويه كنديروا على وجهها غير شويه، هاك عرفتي الفرماج كيتحمر ولا داكشي، هي راه كافيه فيها الفرماج داخل في هذا. وبالنسبه للخضره راه تقدروا تزيدوا معاه مثلا طريفه ديال الصدر، كيجي بنين اللي بغى، يعني اللي ما بغاش غير خضره واحده، اللي عينو كبيره بغى شي حاجه اخرى يقدر يدير شويه ديال طريفه ديال الصدر، ولا عنده حبيبات ديال الكروفيت كيجيو يا سلام عاوتاني معاه كيف ما بغيتو اللي بغيتو. انا بغيتوها هكايا صحيه اكثر، زوينه هكا بالخضره بوحديتها. نطربو مزيان. خلطنا الحليب والبيض ديالنا مزيان. بسم الله. نكبو على كامله بالتساوي. بسم الله. وحتى دغيا كطيب في الفران، راه ما كتاخذش الوقت بزاف. راكم شفتوا الخضره مقطعه محكوكه، يعني ماشي هي مقطعه صغيره غتهز، راه الخضره ملي كتكون هكا راه كتصوطيها غير في المقله وكطيب. كنحاولوا نقطعها هكايا باش يدخل فيها. وراه الخليط واصل هنا وهنا.
حطوا عليها داك شويه ديال الفرماج اللي انا خليت. بسم الله. ودابا ها هي واجده كما كتشوفوا، الفران راه كيسخن. غندخلها دابا وخليها واحد 20 حتى 25 دقيقه. المهم هي راه كتبان، شوف انا كنطل غير من الزجاجه ديال الفران، كيبان ليا الجناب بداو كيتحمروا، كنشعل الفوق نحمرها وصافي. والحاجه دائما راه ملي كتعطي ريحه عرفوها راه طابت من التحت، وعلى حساب عاوتاني كل واحد وفران، يعني ماشي الفران كلهم بحال بحال، فكل واحد راه كيكون حافظ الفران ديالو كيفاش كيطيب. المهم غادي نحطها في الفران طيب، وان شاء الله منين طيب تشوفوها في شكلها النهائي. الكراتان ديالنا ها هو واجد، بعد ما تحمر كما كتشوفوا، ما خداش كما قلت لكم 25 30 دقيقه، يعني كان محمر واجد كلشي. هذه هي الوصفه ديال اليوم، انا غنقطع لكم واحد الطريف منها باش تشوفوها حتى كيفاش دايره من الداخل. كما كتشوفوا قطعت لكم طريفه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي لذيذه. تيقوا بيا البنات جربتوها غادي تعجبكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وإلا عجبتكم ما تنساوناش من اللايكات ومن التعليقات الزوينين ديالكم، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد من عندنا، مع الوصفات مع وصفاتي البسيطه والخفيفه الظريفه. كنقول لكم شكرا، بارك الله فيكم، الله يخطيكم، نتلاقاكم ان شاء الله في وصفه اخرى باذن الله، ومع السلامه، في امان الله.